إن الكمية العظيمة من الحرارة لا تزال موجودة في الأرض تتمثل بالبراكين الفعالة. فبراكين اليوم هي مشهد مرعب، لكن كانت هناك مشاهد أكثر شدة ورعبا تغطي هذا الكوكب حين كانت الأرض ما تزال فتية. إن كمية الصخور السائلة في الأرض هي في الحقيقة قليلة جدا. عندما يحدث هذا النشاط البركاني يتم طرد الغازات الذائبة داخل الصخور السائلة فتدخل في جو الأرض، وبهذه الطريقة يمكن أن نتخيل بأن الجو السابق قد تكون عن طريق النشاط البركاني. إن جونا المبكر كان شيئا لا يرغب أي منا بأن يتنفسه، وحتى يومنا هذا نحن لا نرغب أن نستنشق الهواء أو الغازات الناتجة عن البراكين، فهو مليء بالكبريت وأول أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكربون والعديد من الأشياء التي تقذف من عوادم السيارات والتي تخرج من البراكين، وهي تفعل اليوم ما كانت تفعله سابقا. لقد أطلقت النشاطات البركانية أيضا كميات هائلة من بخار الماء، ويجادل العديد من الجيولوجيين بأن هذا قد تكثف ليكون محيطات العالم. من وقت لآخر تقوم النظريات المستندة إلى البحث العلمي بتبديل نظرتنا عن العالم. هذه الثورات العلمية رائعة في بساطتها، وتوضح علاقات جديدة بين ظواهر بدت في وقت من الأوقات غير مترابطة. إن بعضا من الأمثلة المعروفة بشكل أفضل تتضمن النظرية التي تصف تركيبة النواة في علم الكيمياء، ونظريات حول ميكانيكا الكم والفيزياء النسبية واكتشاف المورثات والدي أن أي في علم الأحياء. خلال العقود القليلة الماضية أدت نظرية تكتونية الصفيح إلى إحداث ثورة في فهمنا للأرض. هذه النظرية ربطت بين سلسلة واسعة من الظواهر الجيولوجية ووضحت تماما أن الأرض هي حقا كوكب نشيط بصورة حيوية. إن الفكرة المركزية للصفيح التكتوني بسيطة، تتكسر القشرة الأرضية والجبة العليا إلى أكثر من 10 ألواح واسعة صلبة تشبه تقريبا مقاطع من قشرة متصدعة لبيضة مسلوقة جيدا. هذه الصفائح الصخرية العملاقة تزحف وتنزلق أثناء حملها من قبل تيارات الحمل في الطبقة المنصهرة جزئيا من الجبة العليا. يلاحظ أحيانا نمط مشابه لحركة الصفائح القشرية على السطح المنصهر للبحيرات البركانية، وتتكسر قشرة الحمم البركانية الباردة على امتداد البحيرة إلى ألواح صلدة بفعل السائل المضطرب تحت القشرة السطحية. لقد كانت الأرض الممعنة في القدم تتهادى ارتفاعا وانخفاضا بصورة شديدة في محاولتها التخلص من الحرارة الداخلية. أن سطح الأرض في ذلك الوقت ربما كان فيه بعض الصلابة لأنه كان أبرد، ولكن بمرور الزمن أصبحت قشرة السطح أكثر سمكا وأكثر صلابة. نستطيع أن نرى هذه العملية تحدث في الوقت الحاضر في البحيرات البركانية. يحدث هذا مثلا في الجزيرة الكبيرة في هاواي، وتصبح الطبقة السطحية الصلبة بدرجة من الصلابة بحيث تتكسر إلى ألواح. ولذا فنحن نتوقع من عملية الحمل للأرض أن السطح يصبح مجموعة من الصفائح المتحركة القادرة على أن تتكون بشكل مستمر لكي تعاد مرة أخرى إلى داخل الأرض. هذه العملية تعرف الآن بتكتونية الصفيح. ربما كانت الأرض المغيلة بالقدم تمر ببعض من السلوك المماثل، وربما أكثر تعقيدا، وربما أكثر حركيا، وربما كان فيها مزيد من الصفائح. غير أن عملية تكتونية الصفيح التي نعتبرها الآن مبدأ مرشدا للكثير من التطور الجيولوجي كانت لها بدايتها في التاريخ المبكر للأرض.